متجر ترتل لبيع الكوينز يضمن من التصفير والباند، طرق الدفع عن طريق الباي بال والتحويل البنكي، وكل طرق التواصل حتكون في الوصف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم شباب؟ ان شاء الله بصحة وسلامة. مقطع الانتر يا حبيبي، لكن قبل لا ابدا المقطع احب اشكر الله على الابواب اللي قاعد تنفتح لي هذه، وعلى الفرصة الجميلة اللي اني اقدم هذا الشيء. وفي متابع بالتحديد ابغى اشكره، اتوقع هو الوحيد اللي تفرج كل مقاطعي من ضمن الشروح. الوالدة الله يحفظها لي، يعني اتوقع الحين لو تنزل لاي واحد منكم فيفا تجلده صراحة. وطبعا الوالد حتى لو ما يتفرج كل مقاطعي ادري انه داعمني قلبا وقالما، الله يطول بعمره ان شاء الله. في المقطع هذا في التعليقات اللي ابغاه صراحة دعوة ليهم ودعوة لجميع ابهات وامهات المسلمين، الله يطول بعمرهم ان شاء الله ويرحم موتاهم. ويلا يا حبيبي نبدأ المقطع. أنت تتحدث عن تاريخ، عن حدودة الطليان، عن أسطورة الكالتشو. ديكو ميليتو يكسر وجو مايكل يتمركز وميليتو جول. هل هي النهاية اليوم؟ ميليتو ميليتو فرصة كبيرة. جول ميليتو 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 وزع كرة ودفاع من كارفالو، تسديدة ممتازة لأعلى، التسديدة ممتازة من فيليبي ميلو، رايع ميلو، أروع من مايكون، والتسديدة الهدف، ولا أحلى يا مايكون، ابن برازيل يا برازيل، يمشي وزع كرة اختيار إيكاردي، جول 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 جول، ريت دي الإنتر، ريت دي الإنتر، بيريسيتش الثاني جول. كرة ملعوبة الآن إلى مايكل، تسديد، سيا برازيلية إيطالية، المقطع يا حبيبي مقطع الانتر جرينتا انتر. طبعا شوف من ذي حين اقول ان شاء الله ما نبغى تعصب في الكومنتات، ما نبغى تعصب في التعليقات. المقطع هذا تقريبا في كل جزء اسويه، يعني اعشق الانتر صراحة. هذه مرة سويته بعد ما فاز الديربي، لكن اخذت وقت عشان اجيب الفريق، او مو انا اللي اجيب الفريق، يعطي الف عافية ابو ياسر جاب لنا الفريق، وخلطت ما بين الانتر الحالي وكم ليجند، وفي ليجند في الاحتياط صراحة، لانه في واحد عجبني صراحة وخليته. هذه التشكيلة يا حبيبي، الظاهرة 94 مع إيكاردي، ايوه ايوه ايوه، كاندريفا، بيرسيتش، بورخا، فاليرو، فييرا، دالبرت، كانسيلو، هندروفيتش، طبعا ما حلعب نقتهم لو ايش، ميرندا، والصخرة ميلان. هذا اقسم بالله في بلانك لعب في الانتر، لكن هذا اقسم بالله انه صخرة، عشان كذا بلعبه. صح انه بيجيب فيه العيد، لكن بلعبه. بلعب بمباراتين ديفيجن، اذا خسرت واحدة بسوي كويك سيل للظاهرة 94. اطلع بر، اطلع بر. امزح امزح والله ابو ياسر، اقسم بالله يمزح، حلعب بس نستمتع بالانتر يا حبيبي. ويلا 2000 years later. تكفى يا شباب نبغى نسوي مقطع، اعطونا خصم خصم لو سمحت، خصم قرب 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 يا ولد، قرب يا ولد. يلا هذا جاني جاني بابي بويس، جاء الميلاني ثاني، سبحان الله. اي تغيير طقم لو سمحت، تكفى عشان اقدر العب معك بطقم الانتر. لو سمحت تكفى، خذ الابيض، خذ الاسود، خذ الاسود، خذ الاسود. تشكيله ايطاليه فيها ديبالا الابرز، كيليني، خديرا، ماركيزيو، ساندرو. تعال تعال، ولا واحد انتظر عشان الانتر كله عندي يا حبيبي. بالظاهر والله شكله طرب. سيكرينار، ميلان سيكرينار. يا إلهي يا إلهي، الظاهرة يا عيني الأول، يا عيني الأول يا شيخ، يا شيخ ايش ذا خفيف، شوف كيف لف، شوف شوف سكرنار يا عيني، يا إلهي يا إلهي. يلا يلا إيكاردي، يلا إيكاردي، يوه دي هي 1 2 ثاني، يلا إيكاردي إيكاردي، والله حرام. ظاهرة يعطي كورة بعدين يوزع كورة لإيكاردي، لا والله منحوس.
يا الله اقسم بالله من هوس. لا 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 ناول ناول افا يا انتر افا يا انتر والله جابني صراحة لعيب لكن قد ساعة في الهجمة. تارزان كورة عن طريق كوندريبا، كوندريبا حلوة يمشي الانترناسيونالي كورة كوندريبا، كوندريبا يمشي وزع كورة اختيرة لكارد جول 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 ريت دي ليتر ريت دي ليتر ماما ميا ماما ميا. سمعني 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 يا شيخ سمعني يا كاردي والله يا هجمة حلوة والله هجمة حلوة يا عيني يا شيخ. ناول 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 يو الظاهرة الظاهرة استعمل يا عبد الله استعمل يا عبد الله استعمل يا عبد الله غير معقولة غير معقولة هذه الهدية عبد الله العنزي هفوة قاتلة استعمل يا عبد الله بهذه الكرة وين هذا وين لعبها عبد الله العنزي لمين هذه داري انه بيناول استعجل ارد لك حبيبي يلا على المباراة الثانية هلا بالبار الاخضر هلا بالتركيش ماني يا جنا ما عندك طقم يوفي انتر بالغلط يوفي انتر يوفي ميلان تعال تعال تركيش ماني اوريك انا هنا هنا اوريك انا الله هوبا رونالدو كمل يو يا المتعة شوف كيف شاتها رونالدو مصدها والله وفيها كملها مقص يا حبيبي يا ربي والله طرب يا اخي جيبوها من البدايه والله هدف طرب تكفى يا فلوس تركي انت خليك يا ابوي خلك يا اخي حرام عليك يا اخي نلعب مباراه ثانيه ولا ايش دائما نسحب ذا نلعب مباراه ثانيه وهات اللي بعده يا حبيبي هات هات هذا شكله قاعد يصير مقطع ارسنال امون يو شوف مكانك شوف كانسيلو شوف انطلاقه كانسيلو يا الهي يا إلهي يروح شوت يا عيني يا في كثير كذا كثير كذا كثير يا عمري الظاهرة في كل مكان وكل زمان هناك جلاد وحيد اظهر وبان عليك الأمان الظاهرة جلاد الجلادين يلا 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 هو بيرسيتش عيني بيرسيتش عيني والله كباو يعني اقسم بالله شوفها يا حبيبي كرة البيضة ويتكها يا حبيبي من فوق الجميع وبيرسيتش على الطائر يا سلام لازم هدف كل مقطع لازم هدف كل مباراة ايكاردي 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 ماذا تفعل ايكاردي ماذا تفعل ايكاردي ماذا تفعل ايكاردي ماذا تفعل يا الله يا الله حرام والله لا اله الا الله انت مفوزة ثلاثة يا اخي في المقطع حرام عليك يمدي ولا لا مقبول ما ادري ليش وبكذا يا حبيبي نكون وصلنا لنهاية المقطع ان شاء الله يكون استمتعت زي ما ذكرناكم ما نبغى اي تعصب في التعليقات نشوفكم في المقاطع الجاية طبعا في مقاطع جاية كثير صراحة دائما انا مقاطع في اخر الاسبوع مقطع الجوائز في مقطع تفتيح باكجات وفي مقطع التشكيلة وان شاء الله الاسبوع هذا الفوت شامبيونز ما حيكون في بث حيكون في زي نظام زمان اخر 10 مباريات بلعبها في روقان بجزئ المباريات بشرب الموية حقتي ان شاء الله يكون في مقطع فخم طويل للفوت شامبيونز بمونتاج يجب قلبك حبيبي مع السلامة. I got a beat in it, I got a beat